القانون الجديد. شوفي قانون التعليم الجديد بيتم مدرسته حاليا، لان انت بتتكلمي عن قانون. كلمة قانون مش قرار وزاري. قرار وزاري ده ممكن احنا ندرسه في اسبوع، ويعني زي بقوله كده نشوف كل هو بيعالج قضية صغيرة ومحددة ونقدر نطلعه. لكن لما نتكلم على قانون التعليم معناها ان احنا بنتكلم على قانون يعالج كل قضايا التعليم وكل محاوره، فيما يتعلق بالمعلمين، فيما يتعلق بالإداريين، فيما يتعلق بالمعاملة المالية، فيما يتعلق بالامتحانات إلى آخره. وبالتالي احنا هنا لازم اساسا ندرس صح عشان لما نطلع قانون ما يرجع لناش تاني. احنا من حوالي تقريبا شهر احلنا هذا القانون، المسودة بتاعته اللي كانت موجودة احلناها للجنة شكلناها من المستشارين القانونيين والماليين والمعلمين ايضا او لهم علاقة بالعمليات التعليمية من قطاع التعليم، وقلنا لهم ادونا الشكل الاخراني اللي نطرحه طرح مجتمعي على الاعلام وعلى النقابات وعلى المجلس الاعلى للتعليم قبل الجميع والمجلس الاستشاري. كل الكلام ده لابد ان احنا بعد ما ننتهي من المسودة الاخرانية اللي نبقى احنا من الناحية الفنية بقينا راضيين عنها، احنا هنطرحه طرح مجتمعي، وبالتالي ناخد رد فعل الجهات المختلفة عليه ونرجع ننقحه مرة تانية ثم نرسله الى مجلس الوزراء. لكن انا بقول لسيادتك ان الناس شغالة، وان هم انا طبعا يعني يمكن لما سألت من اسبوع ولا حاجة قالوا لي احنا انتهينا من حوالي 60% الى 70% منه تقريبا. ده اللي كان التقرير اللي وصلنا تقريبا من اسبوع، انهم انتهوا من حوالي